سيجعل الله بعد عسر يسرا. هذه شنو معناها؟ معناها تطمين للأسرة أن الدنيا ما راح تظل على حالة وحدة. ترى الدنيا ممكن يوم بها شدة ويوم بها رخاء ويوم بها حالة طيبة ويوم بها حالة مؤلمة. الإنسان على كل حال هو مكلف أن يتكيف ويا الحياة، لأن شي يقدر يغير؟ أرجوك، نقدر نغير إحنا من الحياة شيء؟ إحنا نعيش في أمور، هاي الأمور كلها اللي نعيش بها بعضها خارج إرادتنا، ما نقدر نسوي شيء. وحقك لو الإنسان يخير، لو الإنسان يخير ما يجي لها الدنيا نهائيا. لكن لله عز وجل حكمة، حكمة الله قطعا، الله في حكمته أخرج الإنسان وأخرجه لحكمة. لكن الإنسان يقول لك أنا مع إيماني بحكمة الله، بس هي مو هاي الدنيا، مو هذه الدنيا اللي تشوفها، يعني أقل ما بيها أنه قلبك يوجعك، أقل ما بيها أنه يوميا مواجه لك مشكلة، أقل ما بيها لا سمح الله يوميا فاقد لك حبيب. ويقول أبو نعاس، يقول المرء رهن مصائب لا تنقضي حتى يوارى جسمه في رمشه، فمؤجل يلقى الردى في أهله. هذا إذا الله شوية مد له بعمر، يوميا فاقد لعزيز، فاقد لقريب، يلقى الردى في أهله، ومعجل يلقى الردى في نفسه. يو لا، هو مكتوب عليه الردى. فعلى العموم الحياة الواقع بها الخير وبها الألم وبها، وإحنا ملزمين بالتكيف معها والتسليم لقضاء الله والإيمان بحكمة الله عز وجل عندما خلق. لكن مو معنى ذلك أن الإنسان ما يشعر بالألم، لا، وحقك يشعر بالألم ويتأذى غاية الأذى، مو؟